ما بدي حاصر خليه حاصير. ولنا معتمدين على الخباز ورح نعتمد على ايدنا وعلى الزراعة. اجوا التتار وراحوا، اجوا المغول وراحوا، اجوا الصليبيين وراحوا، وبقي اهل البلد في البلد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تساؤلات كثيرة وأجوبة مبهمة لدى الناس حول الوضع الاقتصادي المتسارع في تغيراته. وحتى يستطيع المواطن إدراك ما يدور حوله، خصصنا هذه الحلقة مع الدكتور حسن فارس، دكتوراه في إدارة الأزمات، وعنوان حلقة اليوم الاقتصاد والناس. أهلا بك دكتور. يا أهلا وسهلا بك، حياكم الله. نبدأ الحوار مشاهدي الكرام بعد متابعة هذا الريبورتاج. لحم عجل هاد؟ اي عم. شل كيلو؟ 2400. هلا ما نزل شوي السعر؟ اجيل عجل غالي. العجل اللي ايش؟ لان كله هبر، العجل غالي، خروف ارخص. طيب من شهرين قديش كان؟ نعم. من شهرين قديش كان؟ من شهرين كان كيلو ب 1600 1700. يعني ارتفع؟ ايه. طب ليه؟ ما الليرة السورية ارتفعت. نعم. الليرة السورية ارتفعت على الدولار. يا بعرف ارتفعت يا شيخ، بس بقى هو السوق لنسوق. يعني انت فيك تقول ارتفع قيمة اللحمة، سعر اللحمة ارتفعت وما نزلت. مزبوط. ايه. وحتى لحم الخروف؟ لا الخروف اليوم رخيص. الخروف قديش؟ يعني نبيعه 2803. الخروف طبعا الفطيمة ارخص، في انتي ارخص كمان. هون قديش قلت لي هلا؟ هلا عم بيع العجل 2400. تقريبا نفس الشيء. هو لك يا عجل، ليش العجل اغلى؟ العجل غالي مو مثل الخروف. العجل عم يتصدر كله لبرا على حما، عم بيروح لوين؟ على حما؟ عم بيروح على النظام، كله عم بيروح على النظام. لكنه ارتفع يعني؟ ايه مرفوع. هوي هلا كيلو العجل اليوم 1200 ليره، الخروف بال1000 11000. بسألك سؤال، هل احذيه مصدره وين؟ محلي ولا مستورد؟ والله في مستورد في محلي. طيب المحلي اسعاره نزلت شلون؟ والله بالنسبه اسعار المحلي يعني احسن من الاول، نزلت شوي. امتى نزلت؟ يعني صار لها بيجي تقريبا، يعني ما اقول نزلت يعني لسه، يعني في مثلا المحل ما عم نجيب لسه المستودعات مليانه، مثلا بدنا فتره، مثلا بتعرف انت اخذينه غالي، يعني تقريبا يعني مقبوله حاليا شوي. بس بالنسبه للمستورد بيلعب في الدولار، يعني اذا نزل الدولار بيجيبوا ارخص، عرفت كيف؟ بتفرق لها 200 300 هلا هل نزل الدولار؟ تعطيني امثله على مثال. عندنا هذا التركي كان قيمته 2200 ورا، هلا قيمته شيء 1900 1800 ورا تقريبا. السوري، فرجيني سوري. السوري نحن بالنسبه للسوري مثلا عندنا مثلها مثل او هذاك، اعطيني هذاك جملة جديد. هذاك كانت جملته 3 وشوي صارت 2700. ايه 2700. كيف صار هاد؟ مشي 4 ايام جبنا 5 ايام. يعني هي دفعة جديدة يعني. دفعة جديدة. يعني الدفعة الجديدة نزل. ايه نزل. ايه. ليش نزل؟ من حماة جاي؟ ايه. ليش نزل؟ مين؟ كون لاني نزل الدولار يعني. المواد الأولية. يعني نزل الدولار. شوف هلا بالنسبة للوطني المواد الأولية بتلعب دور. لانه بتنزل المواد الاوليه بترخص على الدولار، لانه بيجيبوها من السورد المواد الاوليه اجباري بده ينزلوها، عرفت كيف؟ من الناحيه عندنا البلاستيك كمان، القطع البلاستيك كمان كسرت لها شيء 25 30 يورو مثلا القطع. شد هاي القطع ليش؟ مثلا كانت مثلا جيبها بجملتها 4.5 مثلا يعني صارت 4.25 مثلا، من 4.25 صارت 4 يعني. يعني نزلت شيء بسيط. خاصه نحن عندنا سرمدة سوق تجاري، سوق تجاري كبير، فارتفاع قيمة الليرة السورية هو عبارة عن ارتفاع وهمي مضطرد، ما بيكون ثابت، يعني بيرتفع وبيرجع بينخفض بهالشكل. طيب استاذي، بقية السلع اللي ما هي مرتبطة بالدولار انخفضت؟ أو بالأحرى شو هي السلع اللي حافظت على سعرها وما انخفضت رغم أنه الدولار يؤثر عامل أساسي في 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 المناطق المحررة؟ هلا بالنسبة لكل السلع اللي مرتبطة في الدولار، يعني اللي عم تجي مثلا قيمتها في الدولار أكيد انخفضت، بس بقى الانخفاض ما هو انخفاض كبير، يعني لحد الآن لسه التاجر اللي عندنا متخوف من موضوع أنه ارتفاع العملة السورية، لأن هذا الارتفاع ارتفاع يعني وهمي ولعبة سياسية منقول أو سياسية اقتصادية عم يقوم فيها النظام السوري ما هو أكثر، فلذلك ما في ثقة للتاجر بهالموضوع هذا. ليش هتقول انه ارتفاع وهمي؟ ليش؟ من يتحكم بسوق المناطق المحررة؟ الارتفاع الوهمي
انا يعني باكد ارتفاع وهمي لاني من خلال الاوضاع اللي عم نعيشها هلا حاليا في سوريا لا يمكن يكون في ارتفاع للعمله السوريه. يعني بلد لا ظل فيها بنيه تحتيه ولا ظل فيها معامل ولا ظل فيها تجاره ولا ما ظل فيها شيء. فشلون بدها ترتفع العمله السوريه؟ فأنا برأيي هذا ارتفاع وهمي وهو عملية يعني عملية سياسية اقتصادية بحتة. طيب استاذ رامي، إذا كان مثل ما بيقول الأستاذ إنه هي عملية يعني سياسية اقتصادية بحتة، شو يعني يعني شو هي الغاية من هي العملية؟ ليش عم بيسوي هيك نظام؟ يعني الغاية هي جمع العملة الصعبة الموجودة في المناطق المحررة باختصار وتحويلها لمناطق النظام. النظام اقتصاده متهالك، صار له 4-5 سنين متهالك جدا وما في عنده موارد لتقوية اقتصاده، لا عنده معامل لا عنده بنية اقتصادية انه ممكن يقوي اقتصاده. فالحل الوحيد انه هو جمع العملة الصعبة وخصوصا الدولار اللي عم يدخل للمناطق المحررة، ان كان عن طريق المنظمات ان كان عن طريق الداعمين ان كان عن طريق المتبرعين المغتربين السوريين، وتحويله لمناطقه ليحاول انه يحسن من اقتصاده ولو بنسبة قليلة. شلون بيسحب العملة الصعبة هي؟ بأي طريقة؟ بأي آلية؟ هلا العمل الصعب في عده اليات، يعني هذا نظام ويعني من احد هاي الاليات اني ممكن ان يكون عن طريق بعض الصرافين الكبار، بيكون بدون قصد، يعني احنا ما بنقول اني بقصد. الصراف عم يجي العمل الصعب كلياتها عم يحولها لاحد التجار، التجار عم تشتري بضاعه لسه لحد الان عند النظام، يعني اضطراريا عم يشتروا بعض البضائع من عند النظام، عم بتحول كميات كبيره من الدولار لهنيك. في اقاويل اني في بعض كثير من كميات الدولار عم تتحول بشكل تهريب للنظام. يعني نحن هذا الأمر لازم يكون فيه له ضبط، لازم نعمل له آلية ونحط له ضبط في المناطق المحررة. هلا صراحة أستاذي عم بيقولوا إنه ضخ نظام لعملات نقدية من فئة 2000 ليرة سورية اللي هي بدون رصيد واللي بكميات كبيرة واللي عم يشتري فيها الدولار عم يأخذ عملة صعبة من المناطق المحررة بدون أي مقابل وبيقوي اقتصاده، هالحكي صحيح؟ في من هالحكي، بس ما بس الألفين دولار، يعني الألفين ليرة سوري مالها الرصيد، بتوقع الألف الجديدة والخمسمائة الجديدة كمان مالها الرصيد، وهي كلها عبارة عم تكون مالها أرصدة وعم نضخ بالسوق عنا هون من خلال الرواتب والرواتب التقاعد ورواتب الموظفين لحد اللي ما زالوا لحد الآن عم تقاضوا رواتبهم من النظام، عم تجي لهون بالمقابل عم ياخذ معهم هالعملة صعبة سواء كان دولار ولا تركي ولا يورو. بالنسبة للتاجر نفسه ما بيتأثر إطلاقاً، لأن التاجر بالأساس بيتسوق بالدولار وبيبيع بالدولار، يعني ما له علاقة ما له ارتباط في العملة السورية إطلاقاً. بس اللي بينعكس لازم ينعكس إيجاباً على المستهلك. للأسف الشديد يعني ما لاحظنا هذا الانعكاس الكبير. ليش؟ وأنا بقناعتي يعني الناس نفسها اللي بياعين المفرق معهم حق، لأني ما في لسه استقرار كامل لسعر الصرف. يعني قلت لك أنا في بداية الحديث أنه هذا سعر الصرف غير حقيقي، وأغلب الناس عندها هذا الشعور، فعب تخاف أنه والله تبيع على أساس أنه اليوم الدولار 428 تتفاجأ تاني يوم الصبح ب500. فإذا هو عمليا فقد من إشه، فقد من قيمة من عملته نفسها أو الشيء اللي بتدخره، خسر منه ما يقارب بكل دولار حوالي 70 ليرة سوري. أخي عبدو، أنت صراف في المناطق المحررة، هناك اتهام من قبل المواطنين للصرافين بأنهم هم من يقومون بهذه اللعب النقدية كل فترة، بينزلوا سعر الدولار وبيرفعوا سعر الليرة السورية فبيحصلوا على مكاسب كبيرة، والبعض يقول أيضا بأنكم تعملوا لمصلحة النظام في هذه اللعبة. من يستفيد في المحصلة هو النظام، أنتم تستفيدون يعني ليرات قليلة وهو يستفيد المئات، ماذا تقول؟ نحن هاي اللعبة لن يعني ما مشارك فيها ولا كنا أي مشاركين. نحن مثل ما أنت ذكرت نحن فقط بضع ليرات، تمام؟ النظام هو اللي أثر على الموضوع، هو المسيطر على عملية الصرافة في سوريا. هو عنده أدوات بيستخدمها في سوريا في المناطق المحررة وما تحت سيطرته؟ تحت سيطرته أكيد، هذا شيء مفروغ منه. أما عن طريق المحرر له ناس عملاء، سلة من الناس بيعزلون بيضخوا بعض الدولار، المواطن بيجر وراء هلا بيصير ببيع. هن بيبيعوا مثلا ما يقع 5%
أن المواطن بيكمل 90% بيهجم على السوق. يعني حرب نفسية؟ حرب نفسية بالضبط. شو هي أدواته؟ أدواته عندك صفحات الفيس اللي هي الوسيط تبع له، ستوكس كمان تبع له. شو ستوكس يعني؟ ستوكس شاشة ممكن رفع شاشة بيذكر فيها سعر الدولار يومي كل نهار بينزلها. عنده الفتح الساعة 10، الساعة 2 منتصف النهار، الساعة 6 مساء اغلاق، يعني ثلاث اسعار يوميا بينزلنا اياها. حد سعر الصرف حد ممكن يكسر بالضبط. السعر المركزي الساعة 9 صباحا كان. شوف هلا هون اللعبة اللي لعبها اللعبة الوسخة، عم يشتري هو سعر الحوالات 530 400 530 كسر ال 436 تمام. اما السوق السوداء كان عندنا نحن 387 وصل له، هذا تشليح واضح. بس الناس نحن بتمنى انه ما تنجر وراء الموضوع، يعني نحن عندنا ارقام بال 2016 وصل الدولار لل 700 في بعض المناطق، وصل لعنا كسر السوق 325، هو باع على ارقام القمه ولم بارقام صغيره هي 325، يعني اذا باع مليونين دولار ربح 60-70 مليون. يعني هو بيطرح الدولار مثلا بسعر الدولار 600 ليرة سوري تمام. أو 700 ليرة سوري، رجع نزله تمام فقط عن طريق المركزي اللي هو الآمر الناهي. المركزي تخضع له ستوكس والوسيط والأسهم السورية تمام. كمان عندك سعر بيروت كمان بيدو، سعر بيروت يوميا بيطلع تمام. ونحن قلت لك يعني نحن يعني ننصح المواطنين ما ينجر وراء اللعبة الوسخة، ونحن هدفنا الاستقرار. حتى نحن صار في تضارب أثناء اللعبة الأخيرة اللي لعبوها، صار في هجوم من غرفة الصناعيين إنه ضمن النظام إنه نحن بدنا استقرار السوق، لأنه ضر حتى ضر هو للناس اللي ضمن سيطرته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، عدنا من جديد لنرصد تأثير انخفاض قيمة الدولار على الأسعار في المناطق المحررة. تابعونا. يعني البضاعة مثلا كنا نجيبها بخمسة دولار تمام، اليوم بتروح تجيبها بستة دولار. يعني رفعوا سعرها معنا، رفعوا سعر الدولار. شو استفدوا معنا؟ ما بقول لك أنا شو، بس مو كل البضاعة، البعض يعني البعض. شو قديسة البضاعة اللي يعني رفعوا سعرها؟ شيء 35% 35%. طيب البضائع المصدر السوري تأثرت ولا البضائع المصدر أجنبي؟ نفس الشيء، كله بعضه نفس الشيء. نفس الشيء. طيب على مستوى المواطن، مستوى المواطن ما تغير عليه ابدا ما تغير عليه شيء. نفس الاسعار، نفس الشيء، كل شيء. طيب ليش معنى هذا انخفاض الليره، هذا انخفاض الدولار معناها وهمي؟ نعم. السبب ليش برايك؟ ما بعرف، الامور لعبه هي كني ما يعني ما حدا استفاد شيء يعني. يعني هو مو لازم يستفيد هو المواطن، التاجر مثلا تقول راس ماله دولار ضل دولار، بس المواطن انا رحت كنت اشتري الكنزه هاي بخمسة دولار، لازم اليوم ارجع انخفاض دولار اشتريها بالسوري مثلا ب 2000 ليره، ليش عم لاقيها ب 2300 و2400؟ انت شو رايك؟ والله قلت لك يعني لعبه التجار هي، يعني هلا المواطن اللي مثلا عم يقبض في الدولار، يعني مثل انا مثلا استاذ مدرسه عم بقبض في الدولار، عم بروح مثلا بساومه بقول له هاي ليش، بقول لي ليش عم تساوم؟ بقول له انا عم بقبض في الدولار، يعني اذا بدي اجي ما ابرك انا ساوي مع سعر السوري، انا شو استفدت؟ بس راتبي منخفض والاسعار بتضلها حالها بشتري انا حالها. بيقول لي طيب نحن اذا رخص الدولار هذا مبيعنا، يعني نفس الشيء. يعني لعبه تجار ولا لعبه نظام عم بلم العمله الصعبه بالسوق؟ لك والله هي الطرفين، هو النظام وقت اللي بده يحاول يلم الدولار بينزل سعر الدولار بيلم الدولار، التجار بتقول لك هي فتره ومعدي انا ماني مجبور اخسر، يا اما ببيع هيك يا اما اصطفل وعمره ما حدا يشتري. ايه الحمد لله رب العالمين، يعني هلا بشهر 12 شوي اسواق ضعيفه، ايه بقى العالم عم تستنى سنه جديده بقى لتحضر من جديد. انت عم تشتغل في شو هدول، في المنسوجات؟ ايه لفاحات طبيعات صوف. صار انخفاض بالاسعار؟ ايه الحمد لله. شقد؟ يعني مو هالزياده، يعني تقريبا شيء يعني 5-10% انخفاض. هلا هو الاسواق صايره يعني ايام بكون السوق رخيص وايام بيرفعوا الاسعار علينا. مين بيرفعوا؟ شو بيرفعوها؟ تجاره يعني. طب هلا الدولار نزل، لازم يكون السوق نزل. انت عندك مرفوع. هو الدولار نزل بس البضاعة سبحان الله، يعني انه التجار هن عم يستحكموا فينا بهالسوق وعم يستحكموا بالعباد الشعب يعني. يعني نزلت قيمة الدولار وارتفعت العملة السورية، لكن البضاعة ارتفعت كمان البضاعة ارتفعت. يعني هلا نحن كمان وقت اليوم الدولار بيطلع بيقولوا لنا والله الدولار طلع غلط البضاعة، وقت الدولار بينزل ما بينزلوا شيء بضل السعر هو تمام. مين اللي عم ينزل الدولار وبيرفعه؟
التجار. بدي اسالك شد الخبز اليوم؟ يعني الكميه ولا شو؟ الكيلو او بالربطه بايش هون؟ 12 رغيف كيلو 250 تقريبا، كيلو 300 200 ليره. الخبز ارتفع سعره ولا انخفض بالنسبه للدولار؟ والله بالنسبه للدولار يعني نحن كسرنا الكميه، كثرنا الوزن، بس الطحين شبت يعني كسر الدولار تبع الطحين. يعني لما كسر الدولار رفعوا سعر الطحين؟ نعم ارتفع سعر الطحين، يعني كان الطحين مثلا 240 هلا صار 290 285 دولار. دولار على الطن. على الطن. وبالتالي المواطن انعكس سلبا ولا ايجابا؟ يعني هلا نحن والله في حسب، هلا نحن بالنسبه لنا مثلا عم نحط الربطه كيلو 200 250 ورغم هالشيء يعني انه ارتفاع الدولار شفت. يعني معناها المواطن ما استفاد. يعني ما ظهر عنده هلا لا يكسر الطحين استفاد. في ارتفع بسببين، اما في بعض الاصناف مو كل الاصناف الصياد احتكروها، والسبب الثاني اجور نقل. يعني المعمل سبيل المثال معمل ادويه بعيد لبين ما يوصل القطعه على سرمدا حطوا عليها تحميل 5%، عرفت شلون؟ هال 5% على حساب المواطن اللي بده يشتري الدواء. طيب. رح تروح من حسابه. تمام صح الكلام، لكن انت عم تقول لي الان انه لازم ما تاثرت اسعار الادويه لمنشاه وطني. نعم. لانه عم تقول لي عم اشتغل بالسوري الحين. طيب القيمه نعم. القوه الشرائيه للليره السوريه يفترض ان تكون زادت بنسبه 20%، كان دولار 520 صار اليوم 415. بالعكس تماما، هو هيك لازم يكون مثل ما بتحكي، ولكن بهالفتره اللي نزل فيها الدولار المبيع صار ثلثه، كنا نبيع بقيمه فلانيه صرنا نبيع بالثلث، مو بس عندي عند كل الصيادله. السبب؟ السبب والله ما بعرفه، لانه رحت عند كذا صيدلي واساله يعني في عذر شو القصه، السوق يعني مو مثل اولي، يقولوا لي عنا وعند الكل، حتى المندوبين المبيع عندهم خف. لكن اسعار الادويه من المنشا ما تغيرت؟ لا ما تغيرت، يعني تغيرت بشكل طفيف لبعض الاصناف مو الكل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. بدي اسالك، انت بتعرف شيء ليش الدولار عم ينزل وبيرجع يرتفع وبينزل وبيرتفع؟ والله ما حدا بيعرف بهالوضع الاقتصادي، ما حدا بيعرف شيء، لانه كان الدولار 150 ليره صار 600 رجع ل 400، الله اعلم يعني ما حدا بيعرف مين عم يتحكم بهي اللعبه. طيب انت الان اذا معك دولار نعم. بتصرف ولا 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 بتشتري دولار؟ نحن بشكل عام بالتجاره بنشتغل كلياتنا بالدولار، فشو بيجينا سوري بنصرفه دولار، بنحوله دولار، بنحوله دولار. هون العالم اغلبيتها صارت تشتغل على الدولار، ما حدا عنده ثقه بالعمله السوريه. يعني معناها ارتفعت العمله، انخفض العمله، ما ما ما, ما بيأثر. طب ليش ما عندها ثقه بالعمله السوريه؟ ليش؟ لانه البعض بنقول انه هذا الارتفاع حقيقي. ايه صحيح، وبعض الناس بتقول لك لا مو حقيقي هذا وهمي. فانت اليوم خلص نحن اغلب الناس هون اعتمادها براس مالها على الدولار، فهي بتشتغل على الدولار، كل شيء بيجيها بضايع بتحولها دولار. طيب سؤال، انت كتاجر نعم. اذا بدك تضمن عدم التلاعب بالاسعار نعم. اسعار الصرف وايضا اسعار السلع نعم. شو بتنصح؟ بنصح انه الناس تعتمد على الدولار، لانه عمله دوليه هذا خلاص ما فيه لعب. فانت اليوم لما بتستورد شغله من برا بتستورد على الدولار، طلع الدولار نزل الدولار هي راس مال الدولار. يعني تقريبا بال20% الاسعار كلها. طيب شو اهم الاصناف اللي نزلت هلا؟ كل شيء، جميع الاصناف اللي بسعر واحد الدولار، بضاعتنا كلها مسعره على الدولار. تمام. ايه بعدين احنا ايش قد دولارنا اليوم نقسم على اسبوعين. يعني انت الان انت لحالك عم تنزل اسعار قياسا لسعر الدولار، كسعر الدولار. ايه. طيب سعر الجمله، سعر الجمله وثابت سعره، مثلا هيدا الزيت سعره النظامي 15.5 دولار. تم مثل ما هو نظامي، ما لا تحرك لا هيك ولا هيك. نزل دولار نزلت تسعيره السوري على السوري بس. طب الان كنت بالشارع عم بسال الناس، عم بيقولوا لي انه المواطن ما لمس انخفاض الاسعار حقيقي على مستوى المستهلك. هلا هاي يوم كان دولار 480 500 كان 2400. شو هي الزيت؟ الزيت ال 4 لتر. هلا بترجع 1900 ورقه، 1700 1800 ورقه حسب نوعيته كمان. طيب حكوا لي انه شيء ليالينا، خلينا نشوفها. ليالينا انه ارتفع. لا الحكي ما مضبوط. شو هيدا؟ كسر 1800. شو كانت؟ 2000 للمستهلك. للمستهلك. وانت شو عم تجيبك انت؟ تقريبا بترجع لي هلق بترجع لي 1700 ورقه. في 1800 يعني اليوم لما انا عم جمع هون مليون 2 3 دولار كل شهر، عندي عدد سكان 4 مليون، واردات الدعم الخارجي عم تجي بالدولار كلياتها، لما انا اقلبها السوري وارجع ابعتها لجيبها السوري واربح فيها، انا بكون هون عم بدعم النظام، عم فوت للعمله الاجنبيه. ليش دي تعمل ليش دي قلبها للسوري؟ انه بيتعامل بالبضائع هون اجباري، شراء البضائع وبيعها بالسوري. هلا هون كله بالدولار، يعني حتى على مستوى المواطن
على مستوى المواطن كل شيء بالسوري تمام. أما الباقي المراكز الرئيسية مراكز الجملة، حتى التاجر يلي بده يشتري لمحله وبيع بمفرة، هو عم يبيع عم يشتري بالدولار ويكسر يبيع بالسوري. يعني أحيانا بتفوت البضاعة مثلا كيلو الرز قدي حقه 53 سم جملة تمام، بتفوت على محل المفرة ببيعك يا ب 350. 350 هون هو بيكون حط تقريبا حط شي 20 سنت، هو هيك بيحسبها. يعني بس المواطن اللي بيشتري بالسوري، لما انا بدي اروح اجيب كيلو بطاطا كيلو رز قنينة زيت هاي عم بشتريها بالسوري، اما انا لما بدي اروح اشتري طن واثنين وثلاثه اجباري بالدولار. يعني طن الرز حقه مثلا 550 دولار، اكيد انا ما راح اروح اشتري لبيتي طن. لكن لاحظت انت كمواطن تغير بالاسعار باشياء واشياء؟ تفضل. انت اليوم اذا معك دولار بتصرف دولار؟ طبعا اذا عند الحاجه بصرف. واذا ما عندك حاجه؟ لا بنصرف. يعني لان احنا تسالني لي انا عامل موظف منظم عرفت إيه؟ فرواتبنا دولار فاجبارنا نصرف. اقصد اذا ما كنت بحاجه اليوم انت تحت تاثير ارتفاع وانخفاض. لا اذا ما بحاجه دولار. طبعا لا ما بصرف. ما بتصرف ليش؟ ليش؟ يعني ليش بصرف؟ هي في لعبه بموضوع الدولار يعني إيه؟ لازم يكون يعني نستنى الوضع شوي يستقر. طبعا لا يستقر، لان في لعبه عم تلتعب من قبل النظام ومن قبل الصرافين اللي عندنا هون، فمشان هيك ما بنصرف احنا. فالدولار اجباري بده يغلى. اذا برايك الان يعني السعر مو حقيقي؟ كل راس سنه بيصير هالموضوع هذا وترجع بتنزل. اللي عم بيأثر في السوق هو المضارب الاكبر، وهو النظام السوري بين قوسين المركزي مصر. ولكن هناك اشخاص تتعامل مع وتنقل عمل الصعب له تعود له. نحن هلا نحن عم نتداول 429، بيدخل شخص بيقول 500000 دولار للبيع ب 425. واضح وضحت اللعبه مباشر انه في شيء غلط، لذلك كل انسان يحافظ على مدخراته. شو الحل؟ الحل ان يكون هناك مصرف مركزي للمناطق المحرره. في مصرف سوريا، مصرف المركزي شوف بده يكون في له اليه عمل، بده يكون كادر كبير. نحن بحاجة لدعم، دعم خارجي لهذا الصندوق اللي انت عم ترسمه، انه مصرف للمناطق المحررة صار يعني واجب علينا. يمنع مضاربة النظام بالضبط. انت بدك توجد بالمناطق المحررة شيء يماثل يكون مقابل يعادل القوة. بالضبط يعادل القوة بين النظام وبين المحررة. النقطة اللي صارت نحن هلا في ناس صارت تشرب هذا الموضوع حافظ، وفي ناس بعض المضاربين والناس اجتمعت وعملنا اجتماع بمكان معين، ونحن هدفنا انه المحافظة على استقرار السوق. نحن اذا استقرار السوق ليرتين مبيع وليرتين شراء فهو استقرار تمام، الحركة تستقر. هلا اللعبة اللي سواها كسر السوق 3-4 ليرة اثرت على السوق. يجمع معظم من التقيناهم في المناطق المحررة على ان هذا الارتفاع في قيمة الليرة السورية هو ارتفاع وهمي في مقابل الدولار الامريكي. لم يتحسن اقتصاد النظام بالدرجة الكافية لان ترتفع قيمة العملة السورية الى هذه الدرجة. هذا الارتفاع سببه حرب الاشاعات الاعلامية التي يشنها اعلام النظام بواسطة بعض أدواته الإعلامية، إضافة إلى تعاونهم مع بعض الأدوات المحلية هنا من صرافين وغيرهم، يستطيعون تهريب مدخرات المواطنين بالعملة الصعبة إلى مناطق النظام. الحل يكمن في وجود سلطة نقدية اقتصادية مركزية في هذه المناطق تضبط حركة تنقل العملات الصعبة خارج مناطق سيطرة الثوار، وأيضا وجود نظام اقتصادي واضح يفصل بين اقتصاد هذه المناطق واقتصاد مناطق سيطرة النظام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم نبدأ دكتور معك الحلقة لتحدثنا عن تاريخ النقد والاتفاقيات الدولية التي جرت حوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الثقافة الاقتصادية ضمن بلادنا بلاد العالم الثالث للأسف كانت ضعيفة شوي أو حتى معدومة. ظن الناس أنه ثقافة الاقتصاد والعلوم الاقتصادية هي علوم متخصصة ما لهم علاقة فيها. الحقيقة هي العلوم اللي بتمس حياتهم اليومية، وأكثر العلوم اللي إلها أثر بحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والحياتية. الثقافة الاقتصادية هامة. نعم. فيجب على كل الناس تتثقف بهذا الموضوع وتتابعه وتتطور نفسها بهاي الثقافة وبهذا العلم. بدأ النظام الاقتصادي العالمي
بنظام المخايضة. بدأت الحياة ببساطة، ما كان فيها تعقيدات، فكان نظام المقايضة هو النظام الاقتصادي الأول اللي تعاملت فيه الناس. لكن مع تطور، يعني كان اللي ينتج فرضا حنطة يبادر اللي ينتج بشعير، وقت اللي يكون بده علف لدابات وهذا لدوابه، هذاك بده يكون بده طحين بده يخبز، فكان ياخذ يبدل القمح فرضا بشعير. وتطورت الحياة، لكن صفى كثرة المواد، فأنت عندك منتج بدك تستنى ليجي حدا يشتري منك يكون مناسب للمادة اللي عنده يقايضك فيها مقايضة، حتى استخدموها بالزواج، فكان نظام مقايضة من 20-30 سنة شغال. فاشتغلت يعني النظام الاقتصادي هذيك الفترة كان اسمه نظام المقايضة. تقريبا منذ متى دكتور؟ منذ بداية الخليقة تقريبا. نعم، انقرض نظام المقايضة. ما انقرض نظام المقايضة بشكل نهائي، لحد الآن في مقايضات شغالة. نعم. لكن نحن الحياة لما تطورت أكثر صف هذا النظام منتهي تاريخ صلاحيته بالنسبة للتطور الاقتصادي، فأوجدوا نظام المعادل وكان الذهب، فالناس بدأت تبيع بالذهب وتشتري بالذهب، فتسهلت المعاملات على الناس وتأقلمت الناس مع هذا الأمر واستمر. لكن صفى موضوع خزن الذهب، نقل الذهب، عامل الأمان فيه ضعيف، فبدأت الناس تحط هذا الذهب عند الصائغ تودعه. طبعا نحن عم نحكي بإيجاز ومنحكي بلغة اقتصادية مبسطة لتوصل لكل الناس. جميل. فبدأوا أصحاب الذهب يودعوا عند الصاغة، صاغة عنده خزاني، عنده عامل أمان قائم، ويأخذوا صك إنه هذا الذهب موجود عندهم، سند من الصائغ مختوم بكمية كذا. نعم، بكمية الذهب الموجودة عندهم. وبدأوا التعاملات بدأت تتم من خلال هاي السندات، وصف الذهب بأكثر وقته موجود عند الصائغ، فارتاحت الناس لهاي التعامل. بنفس الوقت الصائغ طلع أنه عنده كم من الذهب ما بيجي أصحابه يأخذوه. نعم. وبضل عنده دائما كمية ذهب كبيرة، فاقترحوا الصاغة بين بعضهم أنه نحن ليش ما منساوي توسيع لعملية النقد الشرائية الموجودة أو القوة الشرائية الموجودة حاليا بالنسبة للسوق، ومنقرض المبالغ هاي اللي بضل عنا للتجار بيحلوا فيها مشكلتهم ونكسب، ونحن بالأساس متحملين خزن هذا الذهب ومخاطره. نعم. فبدأوا يحطوا 20% كرصيد يودعوه على جنب الإيداعات اللي عندهم، و80% يقرضوا للتجار ويأخذوا عليه أرباح، وبعد ما ينتهي فترة القرض يعاد. أصحاب الذهب ما بيستفيدوا شيء يعني من هاي القروض؟ لا، لكن أصحاب الذهب كانوا مأمنين أنه ذهبهم بمأمن. نعم. مسؤول عنه الصائغ. فبدأ تعامل هاي السكوك الورقية يحل محل الذهب، ما حد بقى ينقل الذهب، وسهلت الأمر، ومنها تولدت العملة الورقية مستقبلا. طبعا العملة الورقية بدايتها كانت بالصين حوالي 618 على ما أعتقد، أما في أوروبا لبعد 1600 لكانت أول عملة ورقية. العملة الورقية على أساس الذهب، لما بدأ الصائغ يقرض 80% اللي موجودة صفى كم من القوة الشرائية أكبر بكثير من النقد، يعني يعتبر مثل النقد تماما. صفى عنا صاحب الذهب معه وثيقة بتثبت 100% من قيمة أمواله، و80% صفت بيد ناس تانين، يعني عمليا 1.8 صفى النقد موجود، يعني بزيادة تقريبا الضعف اللي هي 8 من أساس النقد الموجود صفت موجودة بالسوق من خلال هاي العملية. صحيح. ونفسها استعادتها البنوك فيما بعد، وصارت تخلق النقود من خلالها. يعني أنت رحت على بنك بدك تحط وديعة 1000 ليرة سوري على سبيل المثال، فالبنك عادة بيحتفظ ب10% كوديعة ائتمان، وديعة ائتمانية، 90% بيقوم بصرفها، وممكن كمان صاحبها يخليها عنده، بنلاقيها تحولت 10 أضعاف، الألف صارت 10. فهي اسمها خلق النقود ضمن المصاريف القروض. استمرت هاي الحالة بالتعامل حتى عام 1944. نعم. اتفاقية جامايكا. اتفاقية بريتون.
عفوا اتفاقية بريتون وودز. نعم. لكن قبل الاتفاقية بحوالي 11 سنة، عام 1933، نعم، أعلن الرئيس الأمريكي، أصدر مرسوم لكل شيء بيملكه ذهب من قطاع خاص، مصارف، مؤسسات، إيداع هاي الممتلكات بالخزينة الأمريكية. نيكسون؟ روزفلت. روزفلت. نعم. روزفلت. نحن عم نحكي عن عام 1933. نعم. روزفلت. يعني قبل اتفاقية جامايكا، بريتون ويز حوالي 11 سنة. نعم. فالناس استغربت انه هذا لشو ابي يجمع الذهب بهذا الشكل. طبعا هون ضاعفت مكنونات الخزينة الأمريكية عدة أضعاف من الذهب اللي كان موجود فيها. ما كانت الناس عرفاني هذا السر، فكانوا بيخططوا لاتفاقية بريتون ويدز. وقت بدأت الاتفاقية انكشف السر مثل ما بيقولوا، وعرفوا ليش جمعوا الذهب. فلما دعوا الناس لاتفاقية بريتون ويدز حضر 730 ممثل عن 44 دولة. طبعا كانت في هيمنة أمريكية كاملة، وفي كانت قرارات شبه جاهزة تم التوقيع عليها. قضت هاي الاتفاقية بربط الدولار بالذهب. كل 35 دولار بتعادل أونصة ذهب. كل دولار بيشتري فاصلة 886، يعني 886 بالألف من الغرام. نعم. ثبتوا هاي الاتفاقية، وكل العمل العالمي مربوطة بالدولار. يعني الدولار مربوط بالذهب، والعملات الأخرى مرتبطة بالدولار. بالدولار. نعم. بدك تصدر بدك تشتري دولار، بدك تستورد بدك تشتري دولار، بدك تصدر بالدولار. فأنت بحاجة دائما للدولار، فأما بتدفع ذهب أو خامات أولية، مواد أولية، وتحصل على الدولار. تحصل على الدولار. نعم. طبعا الاتفاقية نصت أنه بحق لأي مؤسسة، لأي شخص، لأي دولة، بأي وقت تجيب كم اللي عنده من الدولار وتبدله بذهب من السوق الأمريكي. نعم. هذا كان عرض، هذا الاتفاق، هيك نص الاتفاق. نعم. أنه أنت شوفي عندك دولارات، إمتى من حبيت تبدلها بذهب تجي على السوق الأمريكي تدفع حق كل أونصة 35 دولار وبتضل ماشي، تستلم، تستلم ذهب بتضل ماشي. نعم. مشي هذا الحكي لعام 1971. اتصلت الحكومة الفرنسية مع الحكومة الأمريكية وأبلغتها أنه عندها كم هائل من الدولارات بدها تستبدلها بذهب. نعم. وطبعا كانت كل الدول الأوروبية بدها تحذو حذوة، لأنه صار كم كبير من الدولارات موجودة عند الدول الثانية. نعم. فطلع نيكسون عام 1971 وأعلن انفصال الدولار عن الذهب. نعم. يعني نحن أش من عندكم ذهب بدولار ما راح نعطيكم بداله شيء اسمه ذهب. جن جنون أوروبا واعترضت على القرار. فهو حتى يسكتهم بشكل كامل، هذيك الأيام كانت تقدم أمريكا معونات لأوروبا ككل. نعم. فنزلوا المعونات بنسبة 10% لإعانات، ورفعوا الضرائب على المستوردات الأوروبية 10%. نعم. فهون اضطروا يستسلموا للأمر الواقع ويرضوا فيه. نعم. بالعودة لاتفاقية بريتون ويدز، نسيت وضح نقطة. بيوم الأيام، حتى نوضحها للناس ونفسر آليتها، بيوم الأيام شارل ديغول اللي هو كان رئيس فرنسا طلب من وزير المالية توضيح آلية اتفاقية بريتون ويدز. فشرح له إياها بكل بساطة، قال له لو أنه الفنان الشهير روفائيل عرض لوحة من لوحاته بده يبيعها، وجا واحد روسي واحد عربي واحد أمريكي بده يشتروا هاي اللوحة. فالعربي عنده بترول، قال له أنا بعطيك نفط مقابل اللوحة. الروسي قال له أنا عندي ذهب بعطيك ذهب مقابل اللوحة. يجي الأمريكي قال له شو مغلبك بحمل الذهب، وين بدك تروح بالبترول؟ مد إيده على جيبه طالع 10,000 دولار وعطاه إياهن ثمن اللوحة وأخذ اللوحة ومشي. فهدي كول قال له شو الفارق؟ يعني أنا شايف أنه الأمر عادي، كله بيساوي بعضه. الكان يعني أخذ بترول بده ينباع بدولار، والكان أخذ ذهب بده يبيعه دولار. أي. فقال له لا،
هو فعليا دفع حق اللوحة 3 دولار. قال له كيف؟ فهمني. قال له ثمن تكلفة $100 القطعة النقدية من فئة $100 هو 3 سنت. نعم. فهو أعطاه 100 قطعة من فئة $100 وبالتالي الكلفة الحقيقية عليه هي 3 سنت. نعم. يعني أمريكا تطبع ورق وبتبيعنا هي. إذا أمريكا تطبع أوراق نقدية وتبيعها للعالم. نعم. بلا قيمة. استطاعت أمريكا خلال هاي السنوات أنه تأخذ 80% من مقدرات العالم ككل وتستحوذ عليها من خلال أوراق مطبوعة لا قيمة لها. قيمتها هو ورقها وحبرة. نعم. مشاهدي الكرام، نتابع بعد الفاصل الاتفاقات الدولية حول النقد. حياكم الله. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام. نتابع مع الدكتور حسن. بعد اتفاقية بريتون وودز 1944 انتقل النظام العالمي لاتفاقية جامايكا. قبل اتفاقية جامايكا وقت اللي الرئيس نيكسون أعلن بال71 فصل الذهب عن الدولار. نعم. هو انصف الدولار لا قيمة له. بدأوا يبحثوا عن قيمة معادلة تعيد الدولار لأوجه وتعيد الملعب. نعم. وتعيد الكرة عفوا للملعب. فكانت فكرة ذكية جدا انه هو ربط البترول بالدولار. نعم. فكيسنجر كان البترو دولار. نعم. اتفاقية البترو دولار. نعم. عام 1971 اجا كيسنجر لدول الخليج. هي جامايكا تسمى اتفاقية جامايكا تسمى ايضا اتفاقية البترو دولار. ولدت عنه ثبتتها يعني ثبتت. نعم. هاي الاتفاقية. نعم. عام 1971 اجا كيسنجر على دول الخليج واقنعهم ببيع البترول بالذهب، ابيع البترول بالدولار، وبالتالي هون كل الدول بدها تستورد بترول. نعم. وبالتالي كل الدول راح تحتاج للدولار. ما بقى هون يسألوا إله رصيد ما له رصيد، مع أنه أضخمت البلاد فترة بريتون وودز بالدولارات لأنه كان الاتفاقية على أساس أنه يتم الطباعة الدولار على أساس 40% من خزينة الذهب. يعني إذا عندهم كيلو ذهب يطبعوا عن كيلين ونص مو أكثر، لكن ما كان في أي رقابة عالمية بحجة أنه البنك الفيدرالي الأمريكي هو بنك خاص مو بنك حكومة. نعم. بنك خاص. بنك خاص مو بنك حكومي. فعام 1971 وقت اللي رجعوا ربطوا البترول بالدولار رجع الدولار لعزه ورجع بشكل أقوى بكتير. وصار كل شيء بده يستورد بترول لابد إله من الدولار. ورجع الدولار بقوة أعتى بكتير من اتفاقية بريتون وودز. صفت قوته منه فيه. ما عاد تسأل إنه هذا إله رصيد ولا ما له رصيد، ما عاد يهم الموضوع، شغال بترول فيه. فعام 1976 كان التثبيت لهذا الأمر. اتفاقية جامايكا قالت الذهب سلعة مثل أي سلعة موجودة بالسوق، ما عاد معادل للقيمة. وقالت يحق لأي دولة اتباع أي سياسة مالية بما فيها التعويم، يعني اطباع مثل ما بدك، أنت حر ببلدك. طبعا المعادلة الاقتصادية لطبع النقود هي السلع والخدمات. صفت. نعم. انتقلت من الذهب إلى السلع والخدمات. طول عمرها هي السلع، حتى لو كان على أيام الذهب وقت اللي بدك صفي ذهب كتير بتصفي الذهب كثير والسلع انت بدك بحاجه سلع معينه بده يصير هذا التضخم يعني. نعم. لكن بالسؤال يعني اللي بيطرحوه كثيرين انه امريكا بتطبع كل هالدولارات ليش ما بيصير فيها تضخم؟ امريكا بتصدر تضخمها للدول الثانيه من خلال انه بياخذوا بيشتروا الدولار. نعم. شراء الدولار. ثاني شيء السؤال اللي بيطرحوه بعض الناس بالعامه، ليش معناتها اي دوله
ما بتطبع نقود كميات كبيرة وبتغني مواطنينا. تمام. المعادلة بتقول انه نحن عنا سلع وعنا خدمات، وقت اللي بدنا نقدر قيمة هاي العملة بدنا ندرسها على اساسها، وقت اللي بدنا نحافظ على القوة الشرائية تبعها بناخذ التطور الاقتصادي اللي صار عنا، النمو الاقتصادي اللي صار عنا خلال هالسنة، ونشوف شو في عنا تضخم طرحوا منه، وعلى اساسها نطبع عملة جديدة. يعني بنضل محافظين بهالشكل على القوة الشرائية طبعا من خلال عملية معقدة، لكن مثل ما حكينا بنبسط الأمور بأمثلة مبسطة. فبهالحالة هاي الدولة بتحافظ على قوتها الشرائية، لكن في شيء اسمه تضخم المدار. تضخم المدار اللي هو تحت السيطرة، يعني مو دائما تضخم هو مرض اقتصادي أو نتيجة ضعف اقتصادي، لا. نعم. في شيء اسمه تعويم عملي مدروس. فأي دولة، إذا التضخم المدار والتضخم بالعجز، هذا التضخم المدار حاليا بحكي لا. عنه أنا تضخم المدار، يعني عادة كل الدول فيها تضخم، لكن هذا التضخم بيسموه التضخم المدار، يعني تحت السيطرة. نعم. سيطر عليه ضمن سيطرته طبيعي. نعم. فتتبعوا الدول أحيانا بيكون سياسي اقتصادي أو سياسي نقدي عفوا لهدف اقتصادي. أكثر الدول ببداية ثورتها الصناعية وبداية ما يكون عندها صناعة بتقوم بتعويم عملتها لأجل تنشيط صادراتها، لكن هذا إيمت بيكون ناجح؟ وقت اللي بيكون الميزان التجاري عندها رابح، يعني صادراتها أكثر من مستورداتها للصين. تماما. فالصين حاليا الون رخيص، لكن أكبر احتياطي عالمي موجود عندها. بهاي الطريقة بتنشط تصدير، تضخم مدار. تماما. عندنا التضخم الثاني اللي هو التمويل بالعجز. نعم. التمويل بالعجز تتبعوا الدول وقت اللي بصفي عندها اختناقات مالية، يعني حروب، كوارث، ثورات، حتى بضمن مشاريع اقتصادية عملاقة، ممكن مشاريع خدمية كبيرة. نعم. توصل أحيانا أنه ما ظل سيولي، فبتضطر الدولة إما لأخذ قروض خارجية. نعم. أو قروض داخلية، إصدار سندات حكومية وبيعها بالسوق، أو طباعة عملة جديدة، وهو ما يسمى بتمويل بالعجز. تمويل بالعجز. تماما. نعم. طبعا القوة الشرائية للعملة تتأثر بشكل تقريب 100% بهذا الأمر. نعم. يعني أنت اليوم عندك فرضا الليرة السورية قوتها الشرائية اليوم فرضا ثابتة، كانت أنت مسكت طباعة كان عندك 1000 قطعة، بسط الأرقام مشان قمت طبعت 100، قوتك الشرائية نزلت 90، طبعت 200 80. نعم. طبعت 500 نزلت، طبعت 1000 صفت 50% قوتك الشرائية. نعم. وهكذا. اتبعتها طبعا ألمانيا فرضا بالحرب العالمية الأولى، فكان عندهم تضخم شهري 250%، لدرجة أنه كانت المحلات البيع توقف فترة الظهر لتعيد التسعيرة، يعني التسعيرة تفرق بين الصبح والظهر وبعد الظهر. نعم. فالتمويل بالعجز مو دائما بس بالحروب بيتم بحالات كتير. فأي طباعة نقدية جديدة بيكون على حساب القوة الشرائية. نعم. بقدر ما بتطبع خف القوة الشرائية، يعني أنت مثل عندك برميل مازوت، سواء هذا عبيته ببرميل أو عبيته بصهريج كبير، فالأمر عند بعضه. أنت عندك برميل، قد من كبرت صهريج تبعك. نعم. ما راح يكثر برميلك، ونفس الشيء قوتك الشرائية بتخفف من كم البنكوت اللي موجود بالسوق، تقوى القوة الشرائية بتزيد، بتخف القوة الشرائية. نعم. يقول بعض الناس أن هذه الطبعات الجديدة ليس لها رصيد،
وكأن الطبعات الأقدم كما قلت لنا لها رصيد يعني. اتفاقية جامايكا كانت واضحة. نعم البند يعني الأول. ما عاد في شيء. اتفاقية جامايكا قالت يحق لأي دولة اتباع أي سياسة مالية بما فيها التعويم. التعويم هو التمويل بالعجز. كل فئات العملة لا يوجد لها. وفي كل الدول أيضا. لا يوجد. هو شوف يعني هلق اليوم الضابط للطباعة بحق لأي دولة تطبع. لكن إذا بنحكي بالضابط الاقتصادي للطباعة مثل ما حكيت لك يعني نحن بنحكي إيش في عنا نمو اقتصادي إيش في عنا تضخم منشوف شو الفرق بيناتهم ونطبع على هذا الأساس في عنا تكاثر سكان في عنا وفيات كتير أشياء بدنا نحسب حسابها وعلى أساسها بتتم والورق التالي نعم فبنطبع بقدر مدروس نعم العملة الاحتياطية اللي بيحتويها كل بلد هي قوة اقتصادية له لشراء مواد استيراد هي لكمان عبارة عن مقود تتحكم فيه بالسياسة النقدية يعني في فرق بين القوة الشرائية وسعر نعم الصرف أو عفوا أي سعر الصرف نعم ففي فرق بيناتهم القوة الشرائية أنت من خلال شرائك لمواد ضمن بلدك كان استهلاكي أو غير استهلاكي سعر الصرف سعر الصرف هذا السعر بين العملات الأخرى فهذا نعم. إله سياسي وهذا إله سياسي يعني هلق أي دولة فرضا بدأت ترخص الدولار بتبيع دولار هي بالسوق بيزيد الدولار نعم ضمن سوقها بدأ ترفع الدولار بتشتري هي دولار من السوق بيرتفع سعره يعني هذه الهزات التي افتعلها النظام في يعني خلال هذه الفترة يعني ما هو الهدف منها؟ يا أخي هذا نظام اقتصادي نعم هذا نظام اقتصادي عنده سياسي مالي عنده سياسي مالي عنده سياسي اقتصادي عنده سياسي نقدي اللي بيشوفه هو بترتقي لمصلحته هو بيتبع أي نظام في العالم مشاهدي الكرام أي تساؤلات حول حلقة اليوم من برنامج حقوق الناس تواصلوا معنا فيها على صفحة البرنامج صفحة الفيسبوك الظاهرة أسفل الشاشة ليكون هناك لقاء آخر مع الدكتور حسن للإجابة عليها همومكم اهتماماتنا واقتراحاتكم مواضيع حلقاتنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى اللقاء ما بدي حاصر خليه حاصير ولنا معتمدين على الخباز ورح نعتمد على ايدنا وعلى الزراعة اجوا التتر وراحوا اجوا المغول وراحوا اجوا الصليبيين وراحوا وبقي أهل البلد في البلد